الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام العزيز بن عبد السلام عليه رحمة الله في قواعده، قال: فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون. يعني هنا لابد أن نقول الجلب أو الدفع أو الدر غلبة الظن تكفله، ليس الأمر على اليقين. نعم. ثم قال رحمه الله قوله: وكذلك لا يقطع برشد المدعي والمنكرين. احنا انتهينا منها، انتهينا من هذه، انتهينا منها بيناها وانتهينا منها وقرأناها. هو أرايت شفت الدوكو وأقول له أيوة أنا هسمي أحمد رجوع، عارف كل مرة يقرأ خمس أبواب ورا يرجع يا ابني احنا قرأنا والناس كلها التعليقات انتهينا 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 وهو ولا هنا. أنا قلت لك أحمد رجوع ما حدش يخالفه. قوله بعد ذلك: وما ذكرتموه من إجماع المسلمين على جواز معاملة المجهولين. نعم. وقبول المجهول في إيش؟ المجهول في الرشد. وقبول هداياهم وأكل ضيافاتهم وأخذ صدقاتهم وتنفيذ إعتاقهم، مع أن الغالب على الناس فساد الدين. لا حول ولا قوة. مشكل على الشافعي رحمه الله. قلت لكن القول بأن الغالب على الناس فساد الدين، يعني هل هذا هو الصحيح أم يراجع في ذلك؟ ها؟ لا ما يراجع. الكتاب ظاهره معه، الكتاب ظاهره معه والسنة ظاهرة معه. وإن تطع طبعا في آخر الزمان، في آخر الزمان شوف فاز نصير فرحان جدا. وإن تطع أكثر وإن تطع طبعا أصل السلامة، لكن حقا وإن تطع أكثر من في الأرض يدلوك عن سبيل الله. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم، وأما الزبد فهذا شفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وقال لا تزال طائفة، ممتاز، طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. وقال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ في طوب الغرباء. قال: يوشك أن تدع عليكم الأمم كما تدع الأكلة على قصعتها. قالوا: من قلة نحن يا رسول الله. قال: لا، إنكم اليوم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. نعم. قلت: الجواب على هذا عسر، والآية لا تدل على مذهب الشافعي رحمه الله، فإن قوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، قال لا دلالة فيه على أن المراد بالرشد إصلاح المال والدين. طب هنا السياق من المفسرات، هات الآية من أولها إلى آخرها وننظر في ذلك، أليس السياق كله على مسألة المال ودفعه؟ أيوة. يبقى إذا معنى ذلك لما يقول فإن آنستم، ده شرط مشروع صح، والمشروع لا قال بوقوع ليش الشرط، فنأستم منهم رجع، يعني لا تدفع المال إلا برشد. هنا معنى أنت تدفع المال لا تدفعه، لما لا تدفعه يا نايم يا أبا يا مسحراتي يا أستاذ ورديان أنت فين؟ ما الرؤية التي رأيتها؟ بقوله أنت فين؟ بيقول لي هنا بشاور، والله أنت فين؟ كنت بتحلم بالسلم ولا إيه؟ كنت بتحلم بإيه؟ بيقول لي لسه ما وصلتش حلم، كنت لسه طالع يعني رايح. هنا يقول فادفعوا إليهم، ليه؟ ما العلة مجنون الرشد الحرامية ما ينفعوش دلوقتي. قول لي انت بتتكلم اسباني عشان انا اقول لك اهو اتكلم وخلاص، فاهم؟ الاخوه عسل عندما يعمون. احمد رجوع اي فيهم. قال استعرض المال في ناس رجل يتمرن يتدرب. احنا قول هنا الان فإن ناس منهم رجلا فادفعوا إليهم أموله، فهو جعل الدفع بعد شرط. لما؟ حتى لا يضيع المال. يبقى نقول حتى لا يضيع المال يبقى لابد يتوفر صفة، وهذه الصفة تمنع ضياع المال. وش هي؟ الرشد. يبقى للشافعي ولا مش للشافعي؟ فين بقى الاستدلال بها عسر؟ أين هو؟ أين العسر في ذلك؟ أين العسر في ذلك؟ ولذلك قلت اقرأ الآيات بأسرها، السياق مفسر لهذا. فين العسر هنا؟ أين العسر؟ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رجلا فادفعوا إليهم أموالهم. ويتامى هو الآن، وإحنا نخشى أن أموالهم تذهب. فإذا هو يقول بذلك على أساس أنه إذا أخذ المال لا يضيعه، يعرف كيف يضعه في موضعه في هذا الباب. تفضل أقرأ المسألة التي بعدها. ماشي. لا نقول في هذا الباب لا عسر، وقد بينا ذلك في هذا الباب. وأما قول استناد إجماع المسلمين على جواز على هذا الباب لا يستشكل به ذلك. والحقيقة أنه دعك من العموم، لكن أنا أتكلم على أنه لا بد من التأصيل العام في مسألة وصول المال. لا بد أن يكون الرشد، وهو أيضا على غلبة الظن، المسألة ليست على اليقين،
على غلبة الظن. ولذلك الشافعي قال أن تعطيه مالا يشتري ويبيع، فتنظر في المعاملة، إن كان تدفع له تدفع له المال، لكن لا يدفع المال إلا إذا كان إلا آنس، إذا آنس منه رشدا. نعم. ما الذي يعطي المال ويختبر؟ الولي. الولي فلا بد أن يكون الولي إيش؟ راشد أصلا. حتى صحيح ولا مجنون يدي مجنون، انتهى الأمر. فحقيقة لا بد أن يكون على الرشد في هذا الباب. نعم. قوله بعد ذلك والذي اختاره وضع هنا أخونا نقل عن سعيد بن جبير أنه قال يعني صلاحا في دينهم وحفظا لأموالهم، فمتى بلغ الغلام مصلحا لديني ومالي انفك الحج عنه، يعني الولي يدفع له المال. قوله بعد ذلك والذي أختاره أن الصبي الحديث العهد بالبلوغ لا ينفك حجره. لما قد يكون أصغر من ذلك ورشيد، ما نخليها متعلقة بإيه؟ بالرشد لا بالسن. نعم. قال لا ينفك حجره إلى أن ينتهي إلى حد يغلب فيه الرشد على الناس، وهذا ظاهر في رشد التصرفات. وأقصى ما يقال على الرشد في الدين أن الظاهر من المسلمين إذا طالت أعمارهم أنهم لا يخلون من وقت يتوبون فيه إلى الله. هذا على التأصيل الذي أصله هو نفسه بأن أكثر الناس عليه على الفسق، أغلب الناس على فساد الدين، فهو بيقول وإن طال العمر به، وهذه هي التي أعذر الله فيها 60 و70، إذا طال العمر به يعني الواقع يشهد أنه يتوب ويبكي ويتباكى على ما مضى، فإذا تاب إن نزع عنه اسم الإيه؟ الفسق. التوبة تمنع الفسق. نعم تفضل. قال إذا طالت أعمارهم أنهم لا يخلون من وقت يتوبون فيه إلى الله تعالى وينيبون إليه، ولا سيما في وقت الشدائد والأمراض، وإذا صحت توبتهم خرجوا من حيز الفاسقين وحصلوا على صلاح المال والدين. نعم. يعني هو بيقول إذن الرشد ضد الفسق، وهذا حق، لأن الرشد وضع شيء في موضعه والفاسق يضع شيء في غير موضعه، وهذا نوع من هذه الأنواع. وفي قول هنا إلى أن ينتهي إلى حد يغلب فيه الرشد على الناس، وهذا الحد الذي حده هو كبر السن. وصحيح في هذا الباب المسألة على أن الرشد يعرف بسواء الدين. وذلك الإمام الشافعي، وده قال سعيد بن جبير، جعل الرشد قرين الإيه؟ صلاح الدين، لأنه صلاح الدين به الرشد. كلما كان دينا كلما كان إيش؟ رشدا. لأن اتجاه الرشد وهو وضع شيء في موضعه والإحسان في الباب لا يكون إلا عن إيه؟ عن دين متورع وتدبر، وأنه سيسأل، وأن المسألة عند الله جل في علاه. يعني نقف عند هذه القواعد. رضي الله عنك وجزاكم الله خير. أحسن الله عليك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.